خير على كل مشاهدينا وحلقه جديده من حلقات برنامجكم بستان العقيده. منذ فتره ابتدينا معاكم سلسله المسيح في سفر التكوين والنهارده لسه مكملين معاكم الكلام عن اخنوخ البار، اخنوخ البار اللي عاش 365 سنه، تعالوا نعرف البعد المسياني لحياته ونعرف سر صعوده حيا للسماء، كمان هنتكلم عن ادم الثاني، ادم الجديد نوح البار. وهنتعرف على البعد المسياني من خلال حياته ورموز كتيره جدا هنعرفها النهارده من خلال حياته ومن خلال سيرته الجميله اللي اتذكرت في الكتاب المقدس خلوني في البدايه ارحب بضيفنا اللي بيشرفني وبنتبارك بيه كل مره آه نيافة الحبر الجليل الانبا رافائيل ملاك واسقف عام كنائس وسط القاهره اهلا سيدي اهلا بي. سيدنا زي ما قلت في المقدمة هنتكلم عن أخنوخ البار أخنوخ البار اللي عاش 365 سنة 365 سنة ده نفس عدد أيام السنة الطبيعية بتاعتنا يا ترى بترمز لإيه أو الإشارات اللي بتشير لها هذه السنين السنة الكاملة تعبر عن عمر الإنسان بداية السنة تشير إلى ميلاد الإنسان والشهور المتتالية بترمز إلى عمر الإنسان لما بيكبر بالتدريج أه توصل السنة لمنتصفها في عز الحر ده أه يرمز إلى حرارة الشباب وحيويته ونشاطه وبعدين ترجع تاني السنة تميل إلى الغروب بتاعها تشير إلى شيخوخة الإنسان وبعدين انتهاء السنة معناها انتهاء العمر أول ما تنتهي السنة بيبدأ سنة جديدة. ودي معناها لما بينتهي عمرنا على الأرض بنبدأ عمر جديد في مكان آخر اللي هو الحياة الأخرى يعني، لما أخنوخ عاش تلتمية خمسة وستين سنة وبعدين أخذ إلى السماء بدون ما يموت، فيها إشارة إلى إنه هو عاش العمر الكامل وبعدين دخل في العمر الجديد بتاع الحياة الأبدية. طبعا ده كان أول واحد يؤخذ إلى السماء بدون موت يمكن يكون ربنا قاصد يعرف الناس إن في مكان تاني في حياة في حياة تانية غير أوه. اللي في الأرض غير في الأرض مم. في مكان تاني فيه ناس أحياء آه غير اللي إحنا شايفينه بعينينا والأماكن اللي إحنا بنقدر نصل إليها على كوكب الأرض يمكن ناس كتير بتتساءل هو فين أخنوخ في السماء يعني معروف أن الفردوس مكان للأرواح انتظار الأرواح البر لكن أخنوخ صعد أو أسعد للسماء بجسده فممكن يكون فين؟ طبعا إحنا ما نعرفش في حاجات كتير ما نعرفهاش بالتفصيل لكن اللي بنعرفه من معلومات في الكتاب المقدس أن لغاية دلوقتي محدش دخل الأقداس العليا إلا ربنا يسوع المسيح بعد صعوده بالجسد أما بقيت أرواح القديسين موجودة في الفردوس طيب ربنا شايل أو حفظ أخنوخ وإليا فين قد يكون في الفردوس قد يكون في مكان آخر ما نعرفوش أما حكاية أن الفردوس هو مكان أرواح فقط فعلا هو مكان أرواح فقط لكن ربنا مش هيغلب أن في مكان الأرواح يوجد أيضا حد بجسده زي ايليا واخنوخ وزي كمان جسد العذراء مريم لما اصعد الى السماء وهو ميت. م. فاكيد ربنا يحفظه في الفردوس او في مكان اخر ما نعرفوش. التفسير او البعد المسياني لحياه اخنوخ البار وسر اصعاده حيا للسماء. اولا كلمه اخنوخ معناها مكرس. وكلمه مكرس معناها واحد تخصص لخدمة الله وتقابل أيضا كلمة مقدس يعني كلمة مقدس معناها شيء خصص لله م. فالتكريس والتخصيص والتقديس أشياء واحدة والتدشين نفس التدشين نفس, ال... الفكرة. نفس ال... فكن اسمه نفسه أخنوخ معناها المكرس إشارة إلى المسيح الذي قدس ذاته م. من أجل خلاص البشر خصص نفسه لخلاص البشر خصص جسده وقدسه ودي ايه قالها المسيح لاجلهم انا اقدس ذاتي ليكونوا هم ايضا مقدسين في الحق فدي نمره واحد التخصيص ودي نتعلم منها ايضا ان احنا نقدس اوقاتنا وجهدنا <applause> وطاقتنا لخدمه الله يعني لما يكون عندي وقت بدل ما اضيعه في اي حاجه أقدر أقدسه في عمل يخص الله، طاقتي وجهدي وقتي وأموالي المواهب اللي ربنا ادهلنا في واحد عنده صوت جميل بيغني ويسعد الناس بالأغاني، لكن في واحد تاني يرتل والألحان والتسبيحة والترانيم هي خدمة لله وفي نفس الوقت تؤثر في قلوب الناس تخليهم يعوضوا الله عباده جميله طالما المرنم صوته جميل يعني بي بيرفع اذهانهم للسماء في واحد عنده موهبه الرسم يخصصها لخدمه ربنا بدل ما يستخدم الموهبه دي رسم اشياء معثره للناس وهكذا الكتابه والشعر وكل حاجه فده التخصيص المسيح خصص ذاته لخدمتنا فمش كتير عليه ان احنا نخصص انفسنا ايضا لخدمته الحاجة التانية ان الكتاب يقول سارة اخنوخ مع الله صار مع الله معناها انه عاش حياة ترضي الله يتخيل واحد في كل مشوار ماشي مع ربنا فكر في ربنا الله لا يفارق باله ولا خطواته ولا مشاريعه ولا طموحاته فدي حاجه جميله الواحد نفسه يتعلمها ان هو كل حاجه يعملها من اجل الله صار اخنوخ مع الله <applause> نفسي شبابنا واطفالنا يتعودوا هو رايح المدرسه كانه رايح في ايدين المسيح <applause> هو قاعد في الفصل قاعد مع المسيح وبعدين دي تكبر معاهم بحيث صحيح. بعد كده هو بيشتغل اشتغل مع الله كمن يرضي الله وليس الناس وبالتالي في الحاله دي هيبقى الانسان مش عينه على السوبرفايزر اللي هو بيراقبه عينه على ربنا على ربنا مم. ومش مستني مكافاه من الناس افرض ظلموني في الحوافز ولا في العلاوات ولا في الترقيه مش هتفرق معايا لاني انا اساسا برضي ربنا مش برضي الناس مدحوني او ذموني عاقبوني او التفتوا لشغلي ما التفتوش انا مش عبد للناس انا سلام. بعمل حاجه لاجل الله <applause> لو كل انسان اشتغل بالطريقه دي هيبقى زي أخنوخ ساره عجبني قوي سيدنا خادم جه بيقول لي ميس مرفت انا هسيب الشغل بتاعي لاني بيجبروني في الشغل ان انا اكذب فهقدم استقالتي خلاص اه طبعا فده نموذج حلو للخادم الامين طبعا. في شغله وبالتاكيد طالما امين في حياته العمليه هيكون امين في حياته الروحيه والنوعيه دي لو هو استقال لانه مش عايز يغلط بيتفتح له أبواب أخرى للعمل يعني إن أحيانا الواحد يقول لك طب أنا خايف أستقيل صحيح المجال اللي أنا فيه غلط ومعسر وبضطر أعمل فيه أخطاء وخطايا بس ما عنديش مكان غيره فبالتالي أنا مش هستقيل لا أول ما الإنسان بيكون جريء يقول حتى يا رب لو جعت لكن مش عايز أزعلك تلاقي ربنا يفتح له سكة كتير صحيح. صحيح. يعني صحيح صار أخنوخ مع الله وطبعا دي تعبر عن السيرة المقدسة بتاعة ربنا يسوع المسيح لأن صحيح ربنا يسوع هو إلهنا الصالح لكنه لما تجسد صار إنسان فإنسان مثلنا في كل شيء ما عدا الخطية فلما نقول عليه إن هو صار سيرة مقدسة مش بس بصفته الله لا بصفته إنسان عاش حياة بلا لوم قال لهم من يبكتني على خطية وكان فعلا بلا شر وبلا عيب في كل تصرفاته في كل حياته وانفعالاته وتعاملاته مع الناس لا ينسب إليه أي خطأ أو أي تقصير فده كان الرمز اللي, اللي نفذه أخنوخ بالنسبة للمسيح مم. أما ثالث حاجة بقى أنه أصعد إلى السماء حي مم. عشان في الآخر السيد المسيح كان لازم يصعد إلى السماء حياً لكن هنا الرمز لا يتطابق تمام التطابق على الحقيقه صحيح. لان ما كانش ممكن ينفع ان اخنوخ يموت ويقوم ويصعد زي ما حصل مع المسيح والا هيبقى اخنوخ هو الله تمام او هيبقى موت وقيامه المسيح مش مميزه ليه وتعبر ان هو الله ظاهر في الجسد كنا هنقول ما هو ده زيه زي اخنوخ <applause> عشان كده ما حصلش في كل تاريخ البشريه ان حد مات وقام بارادته صعد لسما حيا الا بس ربنا يسوع المسيح <applause> فصار موته وقيامته علامه الوهيته <applause> طيب لما يكون ربنا عايز يدينا رموز في العهد القديم لحياه المسيح فإدانا الرمز بتاع هابيل اللي هو مات. بس قبل هابيل يا سيدنا فكرة إن السيد المسيح أصعد ذاته، آه. هو اللي أصعد هو اللي صعد بقوته لكن أخنوخ أسعد يعني طبعًا أه يمكن الصعود برضو مختلف آه طبعا. في الاثنين طبعًا مم. بس الحتة دي برضه هقولها لأن فيها برضه معلومة ثانية كده. أه يا ريت. لكن هقول حتة التطابق بتاعت الموت وبعدين القيام وبعدين الصعود. مم. فربنا سمح ان هابيل يقتل بيد اخيه قايين اشاره لقتل المسيح بيد اخوته اليهود او البشريه تمام لكن هابيل ما كانش ممكن يقوم فمات وانتهت قصته فربنا عشان يكمل القصه كان نسخه تاني من هابيل هي اخنوخ فصعد الى السماء حيا يبقى هنا لو حطيت هابيل على اخنوخ لزقتهم في بعض مم. بقوا رمز للمسيح في موته بس. وصعوده إلى السماء أما حكاية أصعدة إلى السماء هو طبعا الكلمة اللي اتقالت عن أخنوخ لم يوجد لأن الله أخذه مم. فما تقالش عنه أصعد ولا أصعد هو لم يوجد لأن الله أخذه أخذه يعني معناها أصعدوا للسماء أصعد. أما السيد المسيح فصعد إلى السماء بقوة لاهوته لكن برضو ممكن يقال عن المسيح كلمة أصعد إلى السماء برضو نفس آه ليه؟, طيب عشان كده قلت لك هرجع لأن المسيح من جهة ألوهيته هو قام وصعد م. من جهة نسوته نسوت. وقيمة يقول لك الذي أقامه الآب أيوه. ف... وأجلسه عن يمينه م. فهنا الطاعة بتاعت المسيح للآب كان من ضمن تدبيرها انه يخضع نفسه لمشيئه الاب التي هي ايضا مشيئه الابن لانه مشيئه واحده بس دي اسمه تدبير الاخلاء سلم نفسه كده ان الاب كانه هو اللي بياخد القرار بالرغم ان ما مفيش انفصال بين الاب والابن بس تجسد الابن خلاه يخضع ويطيع يقول لك اطاع حتى الموت موت الصليب وأطاع ايضا في القيامه ان هو منتظر مشيئه الاب للقيامة وكذلك في الصعود عشان كده التعبيرين صح مم. لما نقول قام من الاموات تعبير صح وبيتقال مم. واقيم من الاموات تعبير صح ومكتوب في الكتاب المقدس يعني قام بلاهوته واقيم بنسوته. بنسوته تمام قام وصعد بي... هو... ب... ب... يعني لاهوته هو الأ... اصعد جسده مم. ولما اقول أصعدة معناها كمان الاب اصعده الى السماء. تمام تمام بشكر نفسك جدا على التوضيح. أه بحسب النسب في الكتاب المقدس ذكر ان اخنوخ البار السابع من ادم. مم. ليه السابع ورقم سبعه بيشير لايه؟ رقم سبعه يشير للراحه لان الاسبوع سبعه ايام مم. واليوم الاخير منه هو يوم الراحه اللي هو ساباطون. واللي احنا بنقوله في العربي السبت او حسب كمان اللغه العبريه كلمه سبت معناها راح فرقم سبعة يرمز للراحة رقم ستة يرمز للتعب لأن الإنسان لما بيشتغل يجي آخر يوم في الأسبوع يبقى مرهق جدا وعايز بقى اليوم السابع يجي بسرعة عشان يستريح وزي ما قلنا في بداية الحلقة ان السنة بترمز لعمر الانسان كذلك الاسبوع. صحيح. اول يوم في الاسبوع اللي هو يوم الاحد يرمز لميلاد الانسان وبعدين يستمر الاسبوع لغايه يوم الجمعة يرمز الى شيخوخة الانسان وتعبه وعجزه. السبت يرمز للموت والراحة. وبعدين الحد يرمز بقى للقيامة بعد الموت. مم. عشان كده لما نقول ان اخنوخ هو السابع من ادم معناها ال الكمال بتاع الزمن م. والدخول في الراحه الابديه. معناها انه عايش حياه كامله يا سيدنا؟ اه طبعا لان احنا م. بنقول رقم سبعه هو رقم كمال الزمان م. فده يرمز الى كمال حياه اخنوخ وانه عاش حياه مقدسه. و و 365 سنه ده برده ما... آه. نفس ال-ال. حلوه الرابطه دي 365 آه. يوم ده سنه ده اللي هو عمره وهو السابع من آدم ده رقمه ففيها حتة الراحة والكمال والنهاية هل من تدبير إلهي أن أخنوخ البار يجي في السابع أو يكون ترتيبه السابع من آدم؟ هل لأنه في يعني رموز أو تفسير مسياني أو دلالة مسيانية لحياته لحياة السيد المسيح؟ لما نيجي نقول أن هابيل اللي هو الثاني من آدم م. يرمز لموت المسيح لان المسيح ادم الثاني. تمام. ولما يكون اخنوخ هو السابع من ادم يرمز لقيامه المسيح وصعوده. فهي معناها ان المسيح هيجي في كمال الزمان وفي ملء الزمان. علشان يتمم لنا الخلاص بتاعنا بموته وقيامته. تمام. ففيها التطابق ده. أخنوخ البار يمكن لم يذكر الكثير عنه في الكتاب المقدس لكن ذكر نبوة في يهوذا معلمنا يهوذا الرسول ذكر نبوة عن أخنوخ البار لم تذكر يمكن في العهد القديم وقال وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا هوذا قد جاء الرب في ربوات قديسي خلينا نعرف معنى النبوة دي وبرضو المعنى أو التفسير المسياني لها هو اولا زي ما حضرتك قلت ان النبوه لم تذكر في العهد القديم ومع ذلك ذكرها يهوذا الرسول في رسالته لان في بالاضافه للنص المكتوب في الكتاب المقدس هناك تقليد ابائي شفوي لم يرد في النصوص المقدسه والتقليد الشفوي له نفس الاهميه ونفس القدسيه نفس السلطان بتاع النصوص المكتوبة بل إن النصوص الشفوية كانت متداولة بين شعب الله قبل كتابة م. النصوص المقدسة تمام. بدليل إن أول من كتب كان موسى طبعا قبل موسى كان فيه آدم وهابيل وأخنوخ ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وإخواته لغايه موسى، كل دول يعرفوا كل المعلومات عن الله ويؤمنوا به والقديسين ولم يكن لديهم حرف واحد مكتوب. صحيح. فاليهود كانوا يتداولون او شعب الله كان يتداولون هذه المعلومات والنصوص قبل كتابتها. <applause> احيانا بتخيل اي ذاكره يعني تقدر تستوعب كل ده يا سيدي. بص هقول لك حاجه الانسان البدائي ذاكرته أوسع من الإنسان المتحضر أقول لك ليه هتلاحظيها حتى مثلا القروي صحيح تلاقيه دماغه رايقة ويحفظ معلومات أكتر من الإنسان اللي حواليه دوشة وهيصة ومواصلات ومكن ودنيا هايصة إحنا دلوقتي بقينا نعتمد كتير على الأجهزة أكتر من ذهننا سي. ممكن تلاقي واحد كبير في السن لا يستطيع ان يستخدم الكالكوليتر وتقولي له على حسبانه معينه يحسبها في دماغه ويقول لك على الرقم م. بسبب روقان الدماغ وعدم اعتماد الذاكره على حاجات مكتوبه او ادوات تستخدمها كنوع من الاكسرسايز لل... للتفكير آه. يعني احنا تقريبا بنركن مخنا كتير فده برضه كنوع من الرياضه أيه. يعني احنا واحنا كنا اطفال ما كانش لسه كالكوليتر صحيح. وكان ممنوع الواحد ياخد الكالكوليتر بعد ما طلع في الامتحانات مم. فكان لازم الواحد يعملها بدماغه فكان الناس اكثر تشغيل دماغهم مم. يعني اول ما بتظهر اجهزه اتعب دماغي ليه؟ قواميس موجوده على الكترونيك فاحفظ الكلمات ليه على طول اكتبها الاقي الكلمه معناها ونطقها وكل حاجه مم. فالانسان الريفي ذهنه أروق من المتحضر في المدينة مم. وبعدين كل بقى الأجيال كل ما بتيجي كل ما إمكانيات الذاكرة بتقل صحيح فما فيش ما يمنع خالص ان الاجيال القديمه يعني مثلا لما تسمع عن انبا بيشور حبيب مخلصنا الصالح كان حافظ سفر ارميه مم. ازاي يعني؟ صحيح سفر ارميه مم. على بعض والاباء اللي يكون حافظ كل سفر المزامير وفي اباء كان ايه من الذاكره يقول ايات كثيره جدا مم. يعني في مناظرات يوحنا كاسيان يوحنا كاسيان ده راهب اجنبي كان جه يزور اديره مصر من فرنسا هو كان يسال الاب سؤال يجاوبه بأس... بايات ورا بعضيها مترصصه كانه مرتبها في ذهنه يعني. الواحد فينا بيحضر وما ومبقاش جاهز بالذاكره دي <applause> عشان كده قدامنا ورق ولا حاجه مكتوبه. فما نستغربش ان الاباء كانوا يتذكرون كل المعلومات بدون ما تكون مكتوبه. نرجع للنبوه. هكمل بقى حته ايه؟ ان النبوه ذكرها يهوذا بالرغم عدم وجودها في العهد القديم كنص ودي اتكررت في اكتر من حاجه. يعني مثلا بولس الرسول اتكلم عن ينيس وينبريس مم. ده اسمين بتوع السحرة اللي عكسه موسى قدام فرعون تمام. مش مذكورة في العهد القديم وفي أشياء أخر كثيرة دي بس بأكد عليها ليه لأن في كثير من الناس لما تقولي له أي معلومة ستل ده يعني مستقرة في الكنيسة يقول لك هات لي آية أنا مش هقتنع لما يكون في آية مم. فالإجابة لا ما فيش آية بس الحكاية دي مظبوطه كده منتهى الثقه يعني مفيش اي صحيح ما انا سالت نيافتك لان احيانا في ناس بتشكك في ان التقليد يقولوا لا طب ما الناس دي ممكن تكون اخطات ممكن تكون نسيت حاجه ممكن تكون زودت حاجه فعلشان كده لما بدات ذاكره الناس تقل مع م. الاجيال المتعاقبه ابتدى ربنا يقول لموسى اكتب بقى امم وحط قدامك لكن قبل كده يعني يوسف الصديق عاش قديس لا ينسب له اي خطا ومع ذلك ما كانش عنده كتاب مقدس بيقرا فيه يوسف الصديق لما تعرضت عليه الخطيه قال كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله طب انت ايش عرفك لا طبعا عارف من غير كتاب مقدس صحيح. طبعا الكلام ده ما يقللش من قيمه الكتاب المقدس بس يفهمني ان في اشياء اخرى كثيره لم تكتب في هذا الكتاب موجودة في ضمير الكنيسة في حياتنا اليومية علشان ما نتزنقش في كلمة هاتلي آية هاتلي آية دي Sorry. كلمة مش مسيحية أصلا هاتلي آية لا أنا مفروض عايشين حياة المسيح قال الكلام الذي أتكلم به هو روح وحياة فاحنا بنستلم حياة ونعيشها وبعدين هنلاقيها اللي احنا عايشينه متوافق مع النصوص المكتوبة مش العكس Sorry. ان انا اجيب نص وافبركه ان انا اعيش بيه لا الاول استلم الحياه هتلاقيها متوافقه مع النصوص المكتوبه في الكتاب المقدس وده الاصل في التسليم الابائي مم. ذات نفس الكتاب المقدس هو جزء من هذا التسليم لان لما يجي لي واحد يقول الكتاب ده هو كتاب ربنا او ده نص من النصوص المقدسه اقول له ما شفتوش قبل كده ما استلمناهوش انت جبته منين إيه؟ يقول لي طب اقراها تلاقيه كويس اقول له هو كويس بس مش ده كتاب مقدس لان كتاب مقدس اهو استلمناه طب انت ايش ضمنك ان ده كتاب مقدس لان استلمته مش محتاج ان هذا نفحص هل هو كتاب مقدس ولا غيره هو ده استلمناه من ابا عن جد فحياتنا كلها هي عباره عن تسليم تمام ذات نفس الكلام اللي انا بتكلم بيه معاك النهارده طريقه النطق وطريقه الكلمات ما ده تسليم صحيح يعني الواحد اتولد في بيت مصري طلع يتكلم العربي المصري من عن طريق التسليم تسلم. قبل ما نقرا مم. قبل ما نقرا الطفل يكون بيتكلم صحيح وبيعيش حياه حسب ما اتعلم من والديه وحتى المصريين اللي اتولدوا في الخارج ممكن يتكلموا عربي لكن ما يعرفوش يكتبوا اتسلم بالظبط اه اه في كتير من اطفالنا تسلم. او شبابنا اللي في المهجر اللي هو الجيل الثاني او الثالث ممكن نتيجة في البيت بيتكلموا عربي يتكلم ويفهم اه لكن ما يعرفش يكتب تمام هنرجع نفسر البعد المسياني في النبوة دي لكن بعد الفاصل جاء الرب بعد انت عايزه في نطلع لفاصل فاصل قصير ونرجع لكم نستكمل حوارنا مع ابينا المحبوب لينا كلنا الأمبرافائيل بعد الفاصل العقيدة. أهلا بنيفتك يا سيد. أهلا بي. آه سيدنا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن النبوة اللي ذكرها معلمنا يهوذا الرسول وبيقول: وتنبأ من هؤلاء عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا: هوذا قد جاء الرب في ربوات قديسي آه معنى هذه النبوة وإشارة لإيه ولو نقدر نطلع بالبعد المسياني من خلالها. هو طبعا لو احنا قرينا الجزء اللي قبلها في رسالة يهوذا كان بيتكلم عن الناس الأشرار اللي بيشككوا في الإيمان وبيعصروا الآخرين اللي هما سلكوا طريق قايين وانصبوا إلى ضلالة بالعام وقال تنبأ عن هؤلاء أخنق السابع من آدم قائلا يأتي الرب في ربوات قدسيه ليصنع دينونة على الجميع هنا بيتكلم عن المجيء الثاني للمسيح اللي هو مجيء الدينونة جاء الرب في ربوات قدسية، في ملحوظة هنا إن كلمة جاء هي فعل ماضي ودي كتير من النبوات هتتكلم عن المستقبل لكن تذكره بفعل الماضي علامة التأكيد شور هيحصل الماضي علامة للتأكيد؟ اه اه يعني أنا لما أقول لك إيه؟ آه هو ابنك نجح؟ تقولي لي هي النتيجة ما ظهرتش بس هو نجح، مم. أقول لك طب ازاي أنا واثقة جدا أنه فدي علامة الثقة يعني، مم. جاء الرب في رباط قدسي طب هو لسه ما جاش، فبيذكر دايما النبوة بصيغة الماضي علامه التاكيد على ان الحدث هيحصل وشوفنا ده برضو مع يونان النبي لما صرخت من جوف الهويه أيوة. ومتق... فاستجاب لي. لي وداود النبي المارض. في كتير برضو من أوه. المزامير كان بياكد علامه نفسي. التاكيد أوه. والثقه صحيح على ان الحدث سوف يحدث امم تمام زي ما احنا مثلا نتكلم عن الخلاص الخلاص ده يتم في يوم الأخير أو بعد ما الإنسان يموت يطمن أنه خلص لما يدخل السما ومع ذلك ممكن نستخدم كلمة خلصتا أو خلصنا بمعنى الثقة والطمأنينة في عمل الله معانا بالرغم أنه لسه ما حصلش ودي قالها بولس الرسول بالرجاء خلصنا بالرجاء معناها المستقبل خلصنا ده فعل ماضي فمعناها الثقة تمام جاء الرب في ربوات قدسية كلمة ربوات هي جمع ربوة والربا معناها عشرة آلاف <applause> عندما يأتي الرب في مجيئه الثاني هيجي فيه جمهور القديسين هيبقى في نوعين من القدسين نوع في السماء ونوع لسه في الأرض <applause> اللي في الأرض لسه لابسين الجسد زي ما احنا دلوقتي في الجسد واللي في السماء تبقى أرواح أجسادهم تبقى مدفونة في المدافن فهيجي الرب في ربوات قدسية من السماء على السحاب ربوات القديسين دول هيدخلوا المدافن ويلبسوا الاجساد اللي كانوا عايشين فيها ويقوموا مره تاني واحنا الاحياء نتغير في لحظه في طرفه عين ونكون مع الرب كل حين وايه يخطفنا معاه في السحب الى السماء تمام فجميله كلمه جاء الرب في ربوات قدسيه زي الملك لما يجي تلاقي حواليه الحاشيه بتاعته وعدد ضخم بقى من الحرس والجيش والوزراء وكبار القوم فهيجي ملك الملوك في ربوات القديسين حتى يعني بيحضرني الان دلوقتي مشهد السيد المسيح لما نزل واستلم روح العذراء مريم امه ما نزل برضو كان معاه قديسين يعقوب واسحاق وادم لابد المسيح كملك الملوك وهو ماشي كده معاه صحيح. جمهور القديسين إيه ليصنع دينونه على الجميع ويعاقب شوفي انا بتأك باكد على كلمه يعاقب مم. لان في اللاهوت الحديث بتاع البيزنطيين لك الله لا يعاقب ده الانسان هيجذب نفسه للعقوبه لان ربنا طيب ما بيعاقبش حد مم. لا طبعا لو ربنا طيب بيعاقبش حد يبقى مش طيب لان هيبقى طيب مع الاشرار وقاسي مع الصالحين م. اللي انضروا من الاشرار. تخيلي انت عندك ولدين في البيت واحد شقي والثاني هادي وطيب قوي. والشقي طول الوقت يعاكس في الطيب وانت بتعاقبيش الشقي ده. هيبقى الانسان الطيب يندم انه كان طيب. صحيح. فكون الله لا يعاقب الاشرار معناها الصالحين دول اتظلموا. والله ما يظلمش حد. هنا يعاقب جميع فجارهم على جميع اعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبه التي تكلم بها عليه خطاط فجار <applause> فما فيش عشان كده مخيف ان هو الوقوع في يد الرب <applause> ارجو ارجو ان جميع الشباب القارئين للاهوت البيزنطي الحديث مش القديم القديم ده كويس زي بتاعنا بالظبط لكن الحديث بيقول الله لا يعاقب، لا الله بيعاقب هنا يقول اللي ليصنع دينونة على الجميع هو ربنا اللي هيصنع دينونة م. مش الناس اللي يغلط يبقى هو بيدين نفسه، لا ربنا هيدين، الله قاضي عادل ويعاقب جميع فجورهم يعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها. طبعا لما يكون واحد فاجر بعد عنك وبيعمل اعمال فجور لازم يتعاقب طبعا تبقى الدنيا فوضى وعلى جميع الكلمات الصعبه التي تكلم بها عليه خطاه فجار يعني في ناس خطاه فجار يتكلمون كلمات صعبه على الله نفسه فالله هيعاقبه فكل دي نبوة عن المجيء الثاني مش المجيء الأول مش التجسد التجسد مجيء للخلاص مجيء للرحمة مجيء لإعلان محبة الله للإنسان مجيء يخلي فيه فرصة للإنسان أنه يقبل إلى الله عشان ينال حياة أبدية ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا م. نحن الآن في هذا الزمن بتاع فرصة الباب المفتوح علشان نرجع لربنا هيجي وقت الباب يتقفل وما فيش فرصة تاني ده اسمه بقى زمن الدينونة هيبدأ من بعد ما الإنسان يموت أو كمان على المستوى العام يوم الدينونة يوم المجيء التاني بتاع الرب. في الحالة دي مفيش رحمة لمن لم مم. يستعمل الرحمة. الرحمة لم يستعمل الرحمة ليها معنيين يكملوا بعض. معنى إن أنا أكون رحيم مع الناس عشان ربنا يرحمني ودي حاجة مهمة جدا لأن هتفتح لنا باب حلو <applause> طول ما الانسان قاسي على الناس يعاملهم بخشونه وقساوه هيتعامل هي بنفس المعامل <applause> والمعنى الثاني هو ان تستفيد من الرحمة دلوقتي الباب مفتوح اي انسان مهما عمل من بلاوي زي اللص اليمين لو قال له كلمتين هيقبله <applause> العشار قال له كلمتين قبله فالباب مفتوح وسهل جدا <تصفيق> <تصفيق> والله سهل في انه نراضيه إن يعني مش هنعمل عمايل كبيره عشان نرضيه هو كلمتين بيرضوا لان هو يرغب في خلاصنا تمام فاذا اتقفل الباب مفيش عذر بقى للانسان صحيح عشان كده الكلام اللي قاله اخنوخ ده عن المجيء الثاني بتاع الدينون يعني اخنوخ البار اتكلم وتنبا عن المجيء الثاني ولم يتنبا عن تجسد السيد المسيح هو حياته نفسها م. نبوه عن التجسد انه عاش كويس صح ومكرس وانه صعد للسماء حيا وصار مع الله مم. حتى في سفر التكوين يتقال صار اخنوخ مع الله مرتين يعني مم. للتاكيد وبعدين النبوه اللي قالها شفويا يعني بقى كلام كانت على المجيء الثاني فهو فعلا رمز للمسيح ان هو مم. عاش حياه يخلصنا بها وكلمنا مم. عن الدينونه يعني المسيح لم يدين أحد طول ما هو على الأرض حتى المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل لم يدين أحد مم. لكن قال أنا جاي مرة جاي للدينونة وقال الآب لا يدين أحد بل قد أعطى كل الدينونة للابن عشان كده أخنوخ عمل الحاجتين عاش زي المسيح تمام. وتكلم مثل المسيح بشكر نافتا جدا أيش. على التوضيح أه البعض بيسال ان ليه ما اتذكرش نسب قايين وهابيل أه بل على العكس اتذكر نسب شيس وقايين وهابيل طبعا هم الاولاد الاوائل لادم فهنا يعني الكتاب المقدس كان قصده من الجزئيه دي لازم نعرف الكتاب المقدس ليس سجل مواليد ما هوش كتاب بتاع الصح <applause> لكن هو ذكر سلسلة أنساب المسيح فالمسيح جه من شيث تمام جاش من قايين أما هابيل فاتقتل ما بقاش لي نسل اتقطع نسله يعني اتقتل قبل ما يخلف وبالتالي لا يوجد نسل لهابيل أما نسل قايين فهم الأشرار اللي ذكر عنهم بعد كده قبل الطوفان أن دول اسمهم بنات الناس مم. رأى أولاد الله بنات الناس ان حسنات بيتجوزوهم وبعملوا مشاكل فناس لقايين لم يذكر بالاسامي باعتبار ان هما مش نفس السلسله اللي تهمنا اللي ياتي منها المسيح المسيح جاي من ناس شيث وكلمه شيث معناها عوض في ناس كانت تسمي عوض مم. آه وكلمة أنطونيوس على فكرة معناها عوض عوض آه فأنطونيوس دي باللغة اليوناني م. أما شيث فباللغة العبرية معناها عوض ويبدو أن آدم وحواء سموا شيث بالاسم ده لأنه جه عوضا آه. عن هابيل اللي اتقتل فهذا العوض يشير أيضا للمسيح اللي هو جالنا بدل آدم م. يعني إذا كانوا سموا شيث لأنه بدل هابيل فالمسيح بدل آدم فذات نفس الاسم فيه نبوة عن المسيح العوض وجيه من نسله وجيه المسيح من نسل شيس عشان كده ذكر سلسلة أنسابه هو ده نفس السبب يا سيدنا احيانا الناس تقول ايه لازمه ذكر كل هذه الانساب الناس هتستفاد ايه لما الواحد يقعد يقرا مثلا اصحاح كامل كله ده ولد كذا ده ولد كذا فالبعض بيشوف ان ان ايه لازمتها ليه, ليه ذكر الانساب دي ليها عده اسباب واهميه يعني م. اول حاجه اللي انا قلتها ان المسيح سوف ياتي من ناس لشيص لكن كمان هتلاقي في فروع تانية اتذكرت مش جاي منها المسيح يعني بعد كده جه من نسل ابراهيم وبعدين ابراهيم عنده فرعين اللي هو اسماعيل واسحاق المسيح جه من نسل اسحاق اسحاق عنده فرعين عيسو ويعقوب المسيح جه من نسل يعقوب يعقوب عنده 12 فرع المسيح جه من نسل يهوذا ف... ومع ذلك ذكرت بعض الفروع اللي هي مش جاي منها المسيح تمام السبب الثاني بالاضافه لنسل المسيح يعني او انساب المسيح ان حسب سلسله الانساب كان الانسان اليهودي يقدر يثبت نسبته الى ابائه عشان يعتبر انه يهودي <applause> يعني بعد السبي لما رجعوا من بابل بعض الناس لم يستطيعوا ان يثبتوا نسبهم فرزلوا من الكهنوت Yeah. يقول له أنت مش هينفع تبقى كاهن، يقول ده أنا من نسل لاوي. Mm. طب اثبت لي أنك من نسل لاوي، يقول له مش عارف. وسبب عدم اه إثبات نسبه إيه يعني. هم عاشوا 70 سنة في السبي فنسيوا الأنساب mm. بتاعته فمش عارف يثبتها، مش عارف مين أبوه جاي من نسل مين، فطالما مش عارف يعني أنا مثلاً أنا ما أقدرش أثبت إن أنا من عيلة أحمس. ولا رمسيس دي بعيدة أوي سيدنا بجيبها إزاي؟ <applause> أحمص ولا رمسيس أنا قلت يعني <applause> على مستوى العيلة <applause> يعني أقدر أذكر <applause> سلسلة جدودي لغاية الجد السابع الثامن صحيح لكن ما أقدرش أوصل لحاجة أبعد عن كده عشان كده بعض بعض الناس اللي رجعوا من السبي فشلوا في إثبات أنسابهم فرُزلوا من الكهنوت فكان عندهم الحتة دي مهمة عشان سبت لاوي ليه الكهنوت صحيح وحته الارض مم. ساعه ما يشوع وزع عليهم الاراضي دي بتاعه سبط كذا ودي سبت كذا فلازم اثبت نسبي علشان اخد نصيبي في الارض تمام فكان عندهم حته الانساب دي مهمه جدا واعتقد لغايه النهارده اليهود يهتموا جدا باثبات انسابهم وبيكتبوها في سلاسل يعني طب احنا كقراء او دارسين للكتاب المقدس هيفيدنا بايه يعني احيانا في ناس بتلاقي الاصحاح باكمله مثلا انساب فخلاص نعدي. نعديها ونشوف غيره ما فيش ف... مانع. مانع ولا دي مهمه برضو لينا بص هي لي. طبعا في القراءه اليوميه العاديه ممكن اعدي الاصحاح ده ابص عليه كده بطرف عيني لكن الدار... الدارسين بيتهمهم ليه لان مثلا الاباء قدروا يتطلعوا من كل اسم معنى مسياني مم. ففيها تاملات صحيح اللي كان عبقري في الحته دي بالذات اوريجانوس مم. طلع من كل اسم اشاره للمسيا بطريقه ما وفي نفس الوقت للدارسين في صحه الكتاب المقدس ليه بقى؟ النهارده لو جه واحد قال لي ان ان ادم شخصيه اسطوريه مش حقيقيه مم. او ابراهيم في بعض الناس يقولوا ابراهيم شخصيه اسطوريه صحيح. نقول لهم يعني إذا كان الكتاب المقدس ذاكر سلسلة أنساب دي بتثبت حقيقة الأمر وتاريخيته مش مجرد أسامي في الهواء يعني مثلا عندنا في مصر في شخصية أسطورية اسمها جحا تمام مين أولاده؟ فين عيلته؟ ما أعرفش. هو جحا بس مم. لكن لو أن في التراث المصري مذكور أن جحا ولد فلان وفلان ولد فلان وبعدين عندنا النهارده عيلة واحد اسمه مثلا آآ آآ علي آآ ابن جحا يعني جدك اسم الفاميلي نيم جح. كان هيبقى جحا دي شخصية حقيقية صحيح. ورجل حكيم زي سليمان وكان بيقول حكم لكن هو مش شخصية حقيقية هو ده مجرد اسم كده اتخذ على ان بنحكي عليه قصص النهاردة لما يجي حد يقول لي إبراهيم شخصية أسطورية أقول له إزاي لما في سلسلة أنساب مثبتة وفي نسل موجود لغاية النهاردة وفي عيلة تمام. فدي بتثبت حقيقية وتاريخية الكتاب المقدس تمام آدم عاش 930 سنة ابنه شيس 912 ويمكن على ما أتذكر متشالح كان أكتر واحد معمر في الكتاب المقدس 969 سنة زمان كانوا بيعيشوا كتير قوي ليه دلوقتي يمكن لو واحد عاش مئة سنه نقول ياه ده انسان معمر يعني ده يا ترى ايه السبب ليه زمان كانوا بيعيشوا سنين طويله قوي هل السنه اختلفت ما اعتقدش يعني السنه هي هي لكن السبب وسبب تقليص عمر الانسان ل 120 سنه <applause> في عدة أسباب، أولاً السبب العملي إن ربنا عايز يعمر الأرض، فالواحد لو عاش قليل ومات مش هيلحق يعمر. فكان مديهم فرصة إن هم يعمروا في الأرض، يخلفوا ويكتروا، عشان كده البشرية كترت قوي. مم. لو إحنا بال بالمعدل بتاعنا النهارده نشكر ربنا يعني <applause> آه. يعني النهارده أي قبل بيتجوز بيخلف اتنين يوم ما بيخلف ثلاثه بيصرخ يقول لك انا مش عارف أجل. ده الجيل دلوقتي آه. عايز واحد ويكتفي آه. محدش ما حدش عايز اكتر من كده وبعدين الواحد يعيش له لغايه 50 60 70 سنه ويبقى كده كفايه لو لو المعدل ده منذ البدايه وحسب ارقام السنوات اللي في الكتاب المقدس ما كانش ممكن يكون عدد الشعب اللي موجود في الارض حاليا ستة او سبعة مليار مش ممكن م. لو اتحسبت بحسابك كده يعني فكان لازم ربنا في الأول يدي فرصة للبشر يعيشوا كتير يخلفوا ويعمروا ويبنوا وي... ويخلوا الحياة يعني فيها حضارة نمرة اتنين كانت الطبيعة لسه بخيرها مم. يعني الهواء مفهوش التلوث الموجود حاليا تلوث من ايه؟ لما يكون الكرة الأرضية كلها فيها ثلاثة أربعة بيتنفسوا صح هو ناقص صحيح النهارده لما يكون في مدينة زي القاهرة دي الهواء بتاعها مسمم بسبب كثرة العوادم وكثرة النفس، عدد السكان كتير جدا، ومفيش مساحات خضراء. صحيح. م. فدي أعلى مستوى تلوث في العالم كل مدينة القاهرة، لكن تعالي في الأرياف تلاقي الناس عمرها أطول وصحتها أحسن عشان الهواء نظيف. تخيلي بقى لما يكون الكرة الأرضية كلها متاحة لمجموعة من البشر قليلة. فكانت لسه الهوا بخيره، النبات بخيره، مم. الطبيعه كلها لسه بكر. زي الذاكره اللي قلنا عليها في اول آه. الحلقه، نفس الموضوع. بالضبط ف وكان لسه الناس ما فيش امراض. لما يجي بقى واحد يعيا يبتدي يعدي اللي حواليه ويقعد اللي جاي بعده ويبتدي يتراكم الامراض في الجنس البشري. عشان كده مع الزمن بدا العمر يقل بقى في امراض في تلوث في استهلاك والطبيعه الحلوه اللي كان خلقها ربنا بقت عامل زي ما يكون مثلا انت عملت شقه جميله مع الزمن بتستهلك الحاجه الجميله بقت مطفيه الحاجه النظيفه بقت مش أو مش لامعه العربيه ما بقتش زي زمان وهكذا كل الطبيعه التي خلقها الله بكر النهارده مستهلكه فاصبح الانسان بياكل حاجات ملوثه بيتنفس حاجات ملوثه بيتعامل مع ناس مريضه واصبح عرض الانسان عرضه ان هو يصاب بامراض اكثر من الاجيال القديمه حاجة تانية ان الطبيعه الانسان لما يعيش حياه طبيعيه بتخلي الدوره الدمويه تشتغل والعضلات والعظم يقوى <applause> اللي هو الناس اللي بي بيمشي مفيش لا عربيه ولا طياره ولا فبيمشي كتير ويتحرك كتير بيشتغل بايديه كتير كل ده بيخلي الح... الطبيعه تخلي جسم الانسان قوي ويحتمل ويبقى مقاوم لاي مرض. <applause> النهارده احنا بنتولد في جو معقم قافلين ب... علينا بيوتنا في تكييف والحركة بقت محدودة والواحد بريموت كنترول بيشغل الحاجات مش عايز حتى يتحرك من مكانه للتلفزيون صحيح واخد بالك فأصبح الإنسان الحركة الضعيفة دي أضعفت الجسم والعضلات والمفاصل ففي تراكم الحضارة على قد ما أفادتنا ثقافيا وعلميا أضرتنا بدنيا صحيح البدن الإنساني بقى ضعيف عشان كده النهارده من أكثر المشروعات اللي شغالة الجيم الناس بلو. عايزه تروح تعمل جيم، طب زمان ما كانش في جيم ليه؟ عشان بيتحركوا الحياه الطبيعيه هي الجيم حركه <applause> الفلاح اللي بيحرد في الارض أوه. واللي بيطلع الميه بالساقيه الست بتعجن كله. دلوقتي واللي محدش بيعجن <applause> واللي بيغسل على هي. ايده كل الحاجات دي خلت كانت الصحه حلوه الناس تعمر تخيلي ان جدودنا كانوا كده يعني التيتا مش حد بعيد قوي تخيلي بقى في الاجيال الاولى كان شكلها ايه؟ فده كان في عاملين ربنا اراد ان الانسان عمره يطول عشان يعمر الارض الطبيعه والمعطيات بتاعتها كانت ما فيش حاجه تضد صحه الانسان وتخلي فيه وفيات كتيره وطبيعه الحياه ونشاطها وتخلي الانسان صحته احسن مم. فيمكن ده سبب طب سبب تقليص الله لعمر الانسان ال 120 سنه لا كلمه 120 دي قالها ربنا لنوح مش إن الإنسان هيعيش 120 سنة ده قال له أنا بنذرك يا نوح من دلوقتي إن بعد 120 سنة هجيب الطوفان. في فعمر الإنسان قدامي دلوقتي 120 سنة. عشان الفترة دي يلحقوا يتوبوا فيها 120 سنة. بدليل إن نوح عاش أكتر من كده وأولاده. صحيح. ما عاشوش 120 سنة. مم. لكن هي كان ده دل... فترة الإنذار تخيلي إن في واحد يقولوا له إحنا هنرفدك من الشغل بعد شهر. مم. ده فترة إنذار ده ربنا قال له بعد 120 سنة هنزل الطوفان وفعلا طيب. ده اللي حصل تمام طيب. لكن سن الانسان دلوقتي يعني دي مش مش عقوبه من الله لاني انا بسال السؤال ده لا. لان كتير بنسمع الكلام ده كتير بنسمع ان في ناس عندها فكر مغلوط ان الله هو اللي جعل عمر الانسان 120 مش ما بقاش يعيش بسنين طويله زي زمان لكن فكره ان تقليص عمر الانسان سببه عوامل خارجيه العوامل الطبيعيه, الطبيعية. وبعدين اصبح حاجه كمان ان ما بقاش حاجه حلوه قوي ان الواحد يعيش اكتر من 100 سنه. امم هيبقى عبء على نفسه وعبء على اللي حواليه. عبء على الدوله. كفايه قوي 100 حلوه قوي. الواحد فعلا. كتير كمان. لما بيكبر في السن تلاقيه اساسا مش بيشتغل مش قادر يشتغل. مم. فيبقى عبء على اللي حواليه ان هم بياكلوه ويشربوه ويعالجوه ويشيلوه ويحطوا فيه وهو نفسه حاسس انه بقى عبء على صحيح. نفسه. على اللي حواليه. فبيتمنى ان هو يموت فاصبح الموت بالنسبه لنا نعمه الحاجه الثانيه ان في العصور الاولى قبل صليب المسيح اي واحد بيموت كان بيتحبس في الجحيم فكان خير للانسان أن يعيش كتير على الارض مم. بدل ما يتحبس الفتره دي كلها في الجحيم هو عايش على الارض بدليل ان حزقية الملك لما جه اشعيا قال له انت هتموت عيط وطلب سيح. من ربنا يطول عمره فطوله خمسة 15 سيح. سنه لكن دلوقتي اصبح خير للانسان انه يتنيح لان هيروح للفردوس. صحيح. هو خسران ايه؟ صحيح. بشكرك جدا يا سيدنا على توضيح النقطة دي لأن في ناس بتحس الله طب ما زمان كانوا بيعيشوا كتير، اشمعنى دلوقتي؟ فنيافتك بتوضح لنا إن في حياة أجمل. يعني أطبع. بعد الموت هننتقل لمكان أريح وأحسن. اللي هي ما كانتش موجودة ما قبل كانتش صليب موجودة المسيح. صحيح. كانش عشان كده كان دايما يتذكر مات مات اسحاق ويعقوب مات ما مات. كانش بيتنهي بيت نفس يعقوب يقول لك تنزل نفسي بحزن الى الهاويه شيبتي بحزن الى الهاويه وعارف ان لما يموت يروح الهاويه تمام قدامنا تقريبا دقيقتين ثلاثه للاسف مش هنلحق نتكلم عن نوح البار لكن نبلور بقى كل الكلام الحلو اللي اتذكر في في الحلقه ونيافتك تحب تقول لنا ايه؟ عايز اقول ان الهدف من الدراسه اللي احنا بنقدمها للناس ان السيد المسيح واضح داخل ثنايا العهد القديم عندما نقرا العهد القديم بدون المسيح هنلاقي قصص بتاعت ناس ما اي لازمه بالنسبه لي ولا تمثل لي اي معنى لكن لما بنشوف فيها المسيح في الاسم وفي الاشاره وفي الحركه وفي كل ما هو في العهد القديم هيبقى الحقيقه الدنيا نورت وبقت النص ده فعلا انا مكتوب لي انا لان فيه إشارة للمسيح. تمام بشكر نيافتك جدا شكرا. على المعلومات الروحية القيمة زي كل حلقة طبعا ده مش جديد على نيافتك شكرا جزيلا نورتينا سيدي بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة وللأسف وقتنا ما يعني لم يتيح إن احنا نتكلم كمان عن نوح البار فمعادنا الأسبوع القادم وحلقة جديدة نتكلم عن أبينا نوح والبعد المسياني في حياته ورموز كتيرة قوي هنعرفها عنه من خلال سيرته وإلى اللقاء